في احتفالية جميلة لمثلث رحمات قداسة البابا شنودة الثالث البابا 117، واللي بدأت امبارح في المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي في القاعة الكبيرة، وبدأت بالمؤتمر العلمي البحثي، ومكمل كمان النهاردة من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4 مساء. وبعد كده عندنا الحفل الختامي هيكون يوم 3 اللي هو يوم الخميس، والدعوة عامة، وممكن حضراتكم تتواصلوا معنا عبر التليفون اللي هيظهر على الشاشة، وكمان عبر الموقع الإلكتروني اللي هيبان دلوقتي على الشاشة. خلينا دلوقتي نطلع نشوف تقرير أعده زميلنا المجتهد عزيز داود، اللي في بداية الجلسات الأولى والحفل البدائي في أمس في المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي لمئوية البابا شنودة، واللي بدأ بكلمة حضرة صاحب النيافة الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي ورئيس قناة ميسات، وكمان كلمات لبعض أبرز حضور هذا الحفل. نطلع نشوف التقرير، وبعد التقرير خليكم معنا. انطلقت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي والبحثي لاحتفالية مئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، وذلك بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مئوية ميلاد قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، هذا البطريرك الذي أطلق عليه ذهبي فم القرن العشرين، وسماه البعض باسم بابا العرب، فهو البطريرك السابع عشر بعد المائة من بابوات الكرازة المرقسية. عاش بقلبه الكبير يحتوي الكل صغاراً وكباراً. حقيقة أنا سعيد جداً أن في ذكرى مئوية لميلاد قداسة البابا شنودة ليقام هذا المؤتمر العلمي والاحتفال اللي هيكون يوم 3، وبوجه شكر خاص لنفس الأنبا أرمية على هذا الوفاء، لأن قداسة البابا شنودة من الشخصيات البارزة في تاريخ الكنيسة القبطية بل وفي العالم المسيحي. ناقش المؤتمر العديد من الأبحاث التي تناولت بعض محاورها بابا العرب والبابا الموسوعي وبابا التعمير. أنا بعشق قداسة البابا شنودة، أنا عملت عنه 3 كتب، عملت عنه كتاب للشباب ثانوي أو شباب تحت 20 اسمه نظير بلا نظير، وعملت عنه كتاب في تذكار السنة الأولى لنياحته اسمه عاشق تراب مصر عملته أسقفية الشباب، وده كان الكتاب الرسمي للكنيسة في الوقت دوت، وعملت كتاب ثالث اسمه صفحات ذهبية من تاريخ البابا شنودة. البابا شنودة عقل اتسع لكثير من العلوم في المعرفة والثقافة والفكر، فقد قداسته كتاب لم تفتح صفحاته بعد. عزيز داود، ميسات. يعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث الخميس الموافق 3 أغسطس على المسرح الكبير قاعة المنارة للتجمع الخامس. يشارك بالحفل كورال أم النور، يرفع الستار في تمام 8 مساء. يسعدنا مشاركتكم من خلال الدعوة الشخصية. لطلب الدعوات تفضلوا بزيارة مقر المركز الثقافي.